طلح بن عبيد الله بين السبب، احنا اصحاب بيوتات وغنى والكلام ده كنا ورا شغلنا، وانتم طبعا كلكم عارفين حديث عمر بن الخطاب، هو الرجل جاره من الانصار اللي كان ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وينزل عمر يوما عشان ما يفوتهمش حاجه من النبي عليه الصلاه والسلام. او عمر مش فاضي اهو، عنده تجارات وعنده زراعات وعنده بهايم والكلام ده بيروح يعلفها والتجارات يروح عشان يصلحها والكلام ده. انما ابو هريره قاعد لينها، فمن ثمرات جلوسه مع النبي عليه الصلاه والسلام وملازمته اياه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، والحديث ده موجود في الصحيحين، واذا علم السبب بطل العجب، قال، ودي روايه الاعرج عن ابي هريره، قال ابو هريره: انكم لتزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، بقول هنتقابل يوم القيامه ايها المفترون علي، ادي معنى الله الموعد يعني، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، صفق بالأسواق يسقف يعني، ما انت عارف كل واحد في السوق يسقف يقول قرب قرب قرب، ها ما هي كده صفق الأسواق، بنبه الناس ان انا عندي بضاعة معينة تعالوا اشتروا مني، ده الجماعة اللي ايه المهاجرون، والأنصار كانوا أصحاب زرع لأن الأهواجرين راحوا عليهم في أراضيهم، تمام. ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مع اللي قاعدين قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا مما أقول. قال أبو هريرة: فبسطت ثوبي، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام مقالته جمعت ثوبي علي فما نسيت شيئا تحدث به قط. إيه الغريب اللي في دي؟ أصابته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.